يا بابا يا كفتة، كلمت لك المدير وقلت ابني كفتة بيمسك مكاني اليوم، وأنت قد المسؤولية. الله الله بالأمانة، الله الله بالنظام، تطبقوا على كل الطلاب بالتساوي عشان إذا توفيتوا يا بابا تكمل مسيرة العملية. هذا حلمي يا أبويا. حلمك يا رم أمور. حلمي أني أكمل مسيرتك. أهلا أهلا بحضرة المدير. على كفتة، اسمعي يا كفتة، أبيك تصير مثل أبوك بالضبط، تبيض الوجه، فاهم؟ أبيك أمين، أبيك حازم، أبيك ذكي، كلها موجودة فيني. طال عمرك. كف. وقف وقف، في أي صف أنت تدرس؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي، وهذا شنبك؟ أنت كبير. هيا هيا روح ثالث ثانوي. هيا ثالث ثانوي. ثالث ثانوي أوكي. يلا يا ولد ادخل. هيا وقف، افتح الشنطة ولا تقاوم. ليش انا شنو مسوي؟ اقول لك افتح الشنطة ولا تقاوم. هيا ايش هذا؟ اعترف. ساندوتش جبن. ساندوتش جبن. هيا هيا روح ولا تعودها. هيا شنو ما تعودها؟ شنو مسوي؟ اقول لك ادخل روح، ولا ترى بمنعك من دخول المدرسة. هيا ام عاد كفتة، وش عندك هنا؟ انا مغطي مكان ابويا، معكم ممنوعات. سبها سبها، سوي تفتيش المطار انت وجهك. اسكت، لا امسك على اذنك الحين. لا لا احد ابوي، لا تمس ولا شيء. ايه احنا اخويانك. اخوياني ولا اعدائي؟ النظام نظام. اقول لك خليك على جنب لين افضالكم، ممنوع تدخلوا. ايه ورع انت، ورق قربت علينا. انا ورع؟ هذا قذف يا عامر، راح ارفع فيك شكوى. لا لا اسمع اسمع، خلي علي. يا كفتة يا قلبي ويا عمري ويا روحي، مشها يا ابن الحلال عشاني هالمرة. وانا اسف، اعتذر لك يا كفتة، زعلت مني اعتذر لك، بس تكفى الحصة الاولى كيمياء واحبها ودي احضرها. لا تبكي يا عامر، انا مسامحك. هيا هيا ادخل ادخل انت وهو. يلا هيا. سرعة التفاعل الكيميائي ايش نقصد فيها؟ نقصد فيها انه لكل تفاعل كيميائي سرعة محددة، نقدر نزودها وننقصها حسب الظروف. ارفع يد قبل لا تجاوب. بعدين انت ملاحظ دائما تقاطعني قدام زملائك الطلاب، عيب عليك. ايش رايك تجي بمكاني واروح بمكانك؟ ندري انك فاهم كيمياء. ما اقصد يا استاذ، بس الكيمياء لعبتي واحبها، وعندي موضوع بسيط ابيك تخدمني فيه. اي موضوع ما يخص مادة الكيمياء تعالي بعد الحصة. خلينا نكمل الشرح لزملائك. يا استاذ الموضوع يخص مادة الكيمياء، بس انت هد هد واسمعني. أبيك توديني المختبر، عندي تجربة واثق من نجاحها من زمان. اختراع إيش؟ اختراع محلول يحول الورق إلى قماش. الموضوع دارسة يا أستاذ ومدركة، بس أحتاج تطبيقة علمية. تكفي يا عامر بن حيان. عامر بن حيان قوية والله يا أستاذ. من زود الحماس بصير عالم خوينا. بس أنت وياه، أقطع الصوت خلينا نكمل الدرس. نزل معنا المسح اليوم العالم عامر بن الحيان براسه. اقول دزها انت وياه لا يقوم البوكس الحين. عالم رحيم ضربات، عالم طرقن عن خشمك، تفهم ولا ما تفهم؟ تعاقب تعاقب انت. تعال يا ابوي اهدى، سيبك منه. معلك منهم يا عامر، حرام توسخ يدينك على المبزره، تفهم بس. اي والله صادق. اسكت يا طالب انت وياه. خافوا مني، المسؤوليه صعبه.